طبعا الحمد لله رب العالمين، وصلنا إلى نيابة سمد الشان، وحاليا في فريق سمد الشان الخيري. أي عمل خير إذا تبغى يكون عمل منظم عليك أن تذهب للجهة المعتمدة. يعني في ناس ينفقون أموالهم بالخير شوية بطريقة عشوائية، وما تعرف من هو المستحق ومن هو غير المستحق. بينما لما يكون هناك في فريق معتمد في الولاية، فتأكد بأن أموالك تذهب لمستحقيها. واليوم أنا مع الأخوة في فريق سمد الشان. السلام عليكم. الله يعطيكم الصحة والعافية. وحاليا الجماعة أيضا عندهم حصر بالأضرار اللي حدثت بعد الأنواء المناخية الأخيرة، وبيوت المواطنين اللي تأثرت، وإن شاء الله بناخذ فكرة عن الأضرار، ومن ثم بإذن الله تعالى بنتوجه للحالة اللي جايين عنها اليوم بإذن الله. يا الله يا جماعة الخير، يا الله، تخيلوا أن كم مضى على الأمطار؟ كم مضى دكتور؟ 3 أسابيع تقريبا. 3 أسابيع مضت على الأمطار، 3 أسابيع مضت على الأمطار، والمواطنين في نيابة سمد الشان إلى يومكم هذا يشتغلوا في بيوتهم وفي مزارعهم. بعطيكم بس لقطات أوريكم كيف الناس متأثرة. اليوم لما نقولكم تعالوا حطوا إيديكم بإيدين فريق سمد الشان، أنا أعطوني لستة. اللستة هذه القائمة ترى المبلغ ما هو بكبير. تعرفوا كم الأضرار؟ تقدر ب175,000 ريال عماني. الأضرار كلها تقدر ب175,000، ولكن في أضرار بسيطة. في بيتي ب200 ريال، في بيتي ب300، في بيتي ب600، في بيتي. فأرجوكم، بعدين بحط لكم أيضا أرقام التواصل لفريق سمد الشان من أراد أن يتبرع. تعالوا بوريكم منازل. هذا أيضا الوادي مر، أنا بوريكم من الأضرار. هذولا ناس شباب عمانيين يقولكم عاملين هذا المكان كستور لهم، يحطوا فيه بضاعتهم اللي يبيعونها. راحت البضاعة وراح الستور. تخيلوا قوة الوادي. هذه الجدران، شوفوا سمك الجدران اللي سقطت بالكامل، الأشجار كل حاجة راح تدمر. لا إله إلا الله، شوفوا قوة الوادي اللي مر. بعدني بوريكم بعض اللقطات عشان تشوفون يعني حجم الأضرار في نيابة سمد الشان. هذه الأشجار كلها هني، المزارع طايحة، شوفوا كيف هذا كل المزارع أيضا هني طايحة. هذا الشارع كله شبس الآن من بعد الأمطار الأخيرة. هذا الوادي، تخيلوا أن هذا المكان عبارة عن وادي مر فوق هذا المكان. شوفوا الماي، ما إن شاء الله إلى يومنا هذا الماي ما زال موجود. 3 أسابيع، أنتوا تتكلموا الآن 3 أسابيع المياه لا زالت موجودة في مجرى هذا الوادي. شوفوا لوين شايل الوسخ فوق الوادي، شوفوا قوة الوادي. يا الله يا الله. من المنازل اللي أيضا الآن قاعدين يشتغلوا على عملية صيانتها وتعويضها، شوفوا البيت هذا، شوفوا كيف الوادي شل هذا البيت. شوفوا هذا السميت، هذا كله طاح، هذا والعمود كذلك. يا الله، هذا كهرباء كله في الأرض. شوفوا كيف عمل الوادي بهذا البيت. يا الله يا الله، مساكين. شوفوا مزارعهم، هذا الكبس لا زالوا شغالين في عملية الكبس. شوفوا المزارع كيف تأثرت، شوفوا مزارعهم كيف تأثرت. شوفوا هناك، شوفوا بوريكم الحين أيضا، شوفوا يشتغلوا لين الحين يشتغلوا. هذول جالسين يطلعوا من منازلهم ومن مزارعهم، شوفوا شغالين لين الحين. شوفوا قوة الوادي كيف أثر. وهذا الماي بعده لا زال، ليش قاعدين يكبسوا عشان يشتغلوا؟ هذا الجدران كلها راحت، شوفوا جدران كلها راحت. هذا هني، هذا المزارع النخيل، يعني كان أشجار كثيرة راحت كلها في الوادي. ما تهوني يا سمد الشان، ما تهوني. شوفوا كيف، شوف قوة الوادي، حتى كيف حافر الشارع حفر. هذا كله كان مجرى وادي، هذا كله هني كان مجرى لهذا الوادي. قبل كم يوم فقط في سمد الشان انتهوا من تنظيف الجامع اللي تأثر بالوادي. هذا الجامع على مجرى الوادي، ودخل الوادي إلى داخل الجامع، نظفوا الجامع. شوفوا حتى صار فيه نزول، شوفوا النزول كيف في الأرضية. ولكن الجامع الآن بدون سجادة، شوفوا يصلوا الجماعة، يصلوا على حصير، والجامع صغير.
فنبدأ نشوف أهل الخير اللي بيتبرعوا بفرشة لهذا الجامع. بعطيكم مقاس الفرشة. شوفوا الوادي، الوادي وين مجرى الوادي؟ الوادي تحت، من قوة الوادي. الحين احنا بنقيس كم الجامع يحتاج إلى فرشة، بنقيس بالضبط كم الجامع يحتاج إلى فرشة مقاسها. خلونا نقيس الحين الجامع وبنخبركم الفرشة كم مقاسها. المسجد الفرشة تكلف 900 ريال فرشة المسجد، فالله يجزيكم خير بإذن الله ما راح تقصوا. اللهم لك الحمد يا جماعة الخير، اللهم لك الحمد. ما مرت 5 دقائق فاعل خير تكفل بالفرشة وبالميكروفون وبالسجاد وبالمصاحف وبكل شيء. موضوع المسجد انتهى تماما، خلاص اللهم لك الحمد. الوادي ما شاء الله، هذا يقولكم الفلج من قوته يطلع الماء برا. هذا الفلج الحين، هذا مش الوادي، هذا الفلج، الأفلاج هي الآن المياه اللي طالعة من هذا الأفلاج.